أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يوم 7 أكتوبر طائرات شراعية تحمل مقاتلين من القسام تخترق الأجواء الإسرائيلية على الحدود مع غزة، ومقاتلون يقتحمون السياج الفاصل بدراجات نارية وسيارات دفع رباعي وسيرا على الأقدام، ليعلن بعدها قائد كتائب القسام محمد الضيف عن إطلاق عملية طوفان الأقصى، ويقول إن الضربة الأولى شهدت إطلاق أكثر من 5000 صاروخ على العدو، موضحا أن طوفان الأقصى أكبر مما يظن الاحتلال ويعتقد. بعد ذلك بساعات كتائب القسام تنشر صورا تظهر أسرى عدد من الجنود الإسرائيليين بعد تسلل أفرادها داخل مستوطنات غلاف غزة. عملية طوفان الأقصى هذه ستجر على قطاع غزة حربا غير مسبوقة في المنطقة. فيوم 7 أكتوبر أصبح أيضا تاريخا لأكبر حرب تشنها إسرائيل على القطاع، حيث شن الجيش حملة غارات جوية مكثفة ومتواصلة قتلت آلاف الأشخاص وتسببت في دمار مروع. في ساعات الليل الأولى من يوم 17 أكتوبر سيأخذ الهجوم العسكري الإسرائيلي منحا آخر أكثر تطرفا، حيث سيرتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في مستشفى المعمدانية بعد أن أغار بسلاح جو ثقيل على المستشفى ليصيب العشرات من الجرحى، فضلا عن مئات النازحين المدنيين وأغلبهم من النساء والأطفال. مجزرة المعمداني لم تكن الوحيدة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي على المستشفيات، حيث استهدف بعدها مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي وعددا من المستشفيات والمراكز الصحية، قتل خلالها مئات الأطفال والنساء أغلبهم من المرضى والجرحى. ومن القصف جوا انتقل الجيش الإسرائيلي يوم 27 أكتوبر إلى القصف الميداني، حيث أعلن عن شن عملية عسكرية برية واسعة في غزة من أجل تحقيق هدفه بالقضاء على حماس، عملية خبط من خلالها الجيش الإسرائيلي خبط عشواء في القطاع فلم تفرق آلته العسكرية بين مسلح ومدني أعزل. وفي خطوة غير مسبوقة منذ عقود استهدفت إسرائيل مقر حركة فتح في مخيم بلاطة بالضفة الغربية وأسقطت عددا من عناصرها، وهي الخطوة التي رأى فيها مراقبون تغيرا واضحا في السياسة الإسرائيلية بعد قيام تل أبيب بنقل الحرب من القطاع إلى الضفة الغربية ومنها إلى لبنان بعد استهدافها مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، أسفرت عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري. 3 أشهر إذن مرت على بدء الحرب في القطاع وما تزال سيناريوهاتها في فلك المجهول، فالحقيقة الوحيدة المؤكدة هي أعداد القتلى الذين فاقوا 22,000 معظمهم من النساء والأطفال، والدمار الكبير الذي لحق المنشآت والمنازل والبنى التحتية للقطاع، والوضع الإنساني الخطير الذي بات يسائل ضمير العالم. إلى اللقاء.